المدينة القديم كانت تحفها أبواب من جميع اتجاهاتها ومنافذها تحمي ساكنيها آمنين خشية عليهم من السرقة أو الاعتداء الخارجي. وقد كانت تقفل هذه الأبواب ليلاً وتشعر وكأنك في بيت واحد، يحفك الأمان من كل جانب. ولم يتبقى من هذه الأبواب إلا بابين اثنين، باب موسى والباب الكبير، يحكيان الكثير عن الماضي الجميل، ويحضران في كل عين تقنية العمارة وبراعة المهارة والمسؤولية في الأداء والحفاظ على المواطنين. كان عدد هذه الأبواب ثمانية، وأول باب هو باب القلعة، ويؤدي هذا الباب إلى داخل المدينة عبر منافذ مدرجة مخفية بالجبل وبعضها الآخر ظاهرة. ثانيها هو باب الوحدة، ويقع شرق المدينة القديم عبر منطقة وادي المدام إلى داخل المدينة. ثالثها الباب الكبير، وهو المدخل الرئيسي والتجاري للمدينة، وما زال قائماً إلى يومنا هذا، وتوجد فيه أسواق تباع فيه الأشياء الشعبية والتراثية التي حافظ عليها السوق من الاندثار. رابعها هو باب المخلولة، ويقع في الجهة الشمالية للمدينة، وعليه شباك حديدي لمرور السيول من داخله. خامسها هو باب موسى، وهو مدخل تجاري للمدينة من جهة الغرب، وهو الآخر يعد رمزاً وإرثاً مهماً تركه الأجداد لنا. سادسها باب المداجر، أو كما يسمى باب المحاريق، ويقع هذا الباب في منتصف سور المدينة من الجهة الغربية. سابعها باب الشهابية، ويقع في الجهة الجنوبية تحت قلعة السراجية التي تقع فوق جامع عبد الهادي والمعتبية. ثامنها هو باب النصر، وهو المنفذ الجنوبي الرئيسي للمدينة القديم، ومنه مدرج رسمي إلى جبل صبر لدخول وخروج أبناء صبر منه، وبجواره باب حائط وادي المحبة والخاص لخروج مياه السيول. هذه الأبواب فتحت أذرعها لليمنيين، فكم تحمل من الحنين، وخلف أسوارها حدثت ألف حكاية. وفاء اليوسفي لبرنامج صباحكم أجمل. شكرا جزيلا لك الزميلة وفاء اليوسفي على هذا التقرير الجميل، أيضا الزملاء في شركة الجند للإنتاج يعطيكم ألف عافية. عند الحديث عن تعز، تعز مشاهدنا الكرام مؤخرا هي عاصمة اليمن الثقافية، قديما كانت عاصمة للدولة الرسولية، الدولة أيضا الصليحية، وأيضا الدولة المتوكلية مؤخرا كانت هي عاصمة حاضرة في كل هذه الحضارات والدول، وتعتبر حتى من يعني ثاني أغزر منطقة بالأمطار بعد مدينة إب في اليمن بأكملها. نعم، وما تبقى من أبواب تعز هو باب موسى والباب الكبير من ضمن كل الأبواب التي كانت موجودة في هذه المدينة.